مننا حبايبنا التاريخ والحضاره والاثار والعراقه امتداد العرب. انت واخد بالك لبسلك اخضر النهارده؟ النهارده انا شايف النهارده الجو اللي قلت النهارده بس انا مش موجوده. ايلون ماسك مش مننا جاب لك بقى من مننا اخضر وابيض وبتاع بالظبط. وانا اكلمك بقى عن التاريخ والحضاره والعراقه. اتفضلي يا استاذه. مين بقى اللي فكرك يا فنانة. فكرتك بايه باللون الاخضر؟ باللون الاخضر بعالم السعوديه. برافو عليك. المملكه العربيه السعوديه. احلى تحيه لكل انا عايز اكلمك النهارده عن عروس البحر الاحمر مدينه جده او جده زي ما احنا بنقول. العروس بتاع البحر الاحمر هي جده طبعا. طبعا جده طبعا. جمال والتاريخ والحضاره وهي من اعظم تاريخي. المدن التاريخيه كمان فيها اماكن كتير جدا سياحيه مسجله في اليونسكو. هي كمان مدينه جده او جده التاريخيه وجهه سياحيه لسياح من كل بقاع الارض. لا ده حقيقه ده حقيقه. حاجه قمه في الروعه وفيها من اقدم الاثار فيها مساجد فيها حاجه بص بسم الله ما شاء الله. احنا المفروض ام بي سي كده اتجمعنا ونروح في رحله الى جده نسحر هناك صح نسحر هناك ولو نلحق كام يوم بستات من هنا بالظبط. وانا بقى ايه ونعملها بالليل في الصحوه. ما حسيتش كده انك متشوق تروح لجده وتعرف رمضان في جده عامل ازاي؟ تعالي اما نشوف رمضان في طبعا جده عامل ازاي. طب انا مش حرمك من اي حاجه جايبه لك تقرير عن اجواء رمضان في جده خلينا نشوفها مع بعض. اهلا وسهلا بكم في ليله رمضانيه جميله من هنا من عروس البحر الاحمر جده ومن قلب جده التاريخيه احد المواقع الستة المسجله في اليونسكو. هذا الموقع التراثي الشهير والمحطه السياحيه التي اجتذبت المعتمرين والزوار القادمين للسعوديه لاداء العمره وزياره المدينه المنوره بعد اداء مناسكهم خاصه مع عوده الفعاليات والحياه الى كافه المناطق السياحيه. هي فرصة سهلة الوصول للمعتمرين ومعها تنوع كبير في خيارات الإقامة في جدة تضمن تجربة سياحية ثرية. جدة التاريخية فيها تجربة من الحسين في مصر يعني المكان جميل يعني مش هقدر اقول لك اكتر من المكان جميل يعني وان هو يستحق الزياره. انصح ان اي حد معتمر بعد العمره لازم يجي يزور جده. جده المدينه كلها مش لازم جده التاريخيه يعني لان كمان جده مدينه حلوه عروس البحر الاحمر يعني. الحمد لله مثل ما قلت جينا على العمره وبعد ما ادينا العمره حبينا ان نزور جده بما ان المكان قريب وجينا بالاخص لوسط البلد لجده التاريخيه. وأمانة المكان مرة رايق وجميل وحلو وأنا كوني أحب الأماكن التاريخية والتراثية أمانة وجدت ضالتي في هذا المكان. لزيارة جدة التاريخية وغيرها من المواقع السياحية توفر منصات روح السعودية كافة المعلومات والخدمات للسائح وعلى مدار الساعة عبر منصاتها المختلفة بثماني لغات بالإضافة إلى إنشاء مركز متكامل للعناية بالسائح من خلال الاتصال بالرقم 930. جيت باش نعمل عمرة بمكة رحت على مدينة كمان ورجعت على جدة لحتى أعمل سياحة هون. عندي رفيقي هون تعرفت عليه ببوسطن قال لي تعال نوريك شوية جدة عجبني كثير الحال هون. والله كانت النية يعني نذهب للعمرة والأخ ناصر قالنا زين جدة يقول شواطئها وأسواقها جميلة فزين إن نزورها. قلنا له يلا وافقناك الرأي يعني والحمد لله رب العالمين يعني مثل ما شفنا المكان جدا جميل جدا الحمد لله رب العالمين وما متوقعين إنه يكون بهذه الصورة بابانا يعني. الام بي سي مصر سامي جميل جدة. قمة الروعة والجمال والعظمة فعلا وعودة الحياة زي ما مراسلنا كان بيقول انه عودة الحياة لجدة التاريخية كلها. والفعاليات واجمل حاجة المصريين هناك لو تاخد بالك الشيخ حسن خلاص عاجبهم طبعا لانهم عايشين ان هم في منطقة وسط البلد أيوة بتاعتنا لا بسم الله ما شاء الله يا جمال وجمال يا جدة وجمال الحسين.